السلام عليكم. جو سو ان اتليت بروفيسيونيل محمد اغورام، ديجا مثلت المغرب في بطولات العالم شامبيون دي موند يونيفرسيتي، مثلته في كوريا الجنوبيه في بطوله العالم، درت سابع في بطوله العالم، ومثلته ايضا في بطوله العالم العدو الريفي في ايطاليا في كاسينو في روما، ومثلته في جميع في العديد من الدول، منها هولندا برونسوم نيدرلاند في برونسوم، مثلتو في المانيا، مثلتو في فرنسا، مثلتو في اسبانيا، جميع الدول الاوروبيه اللي خاتني الذاكره دابا نسيتهم، ومثلتو في ايطاليا كذلك عديد من السباقات اسبانيا، ومثلتو في المغرب كذلك، ربحت عديد من السباقات، منهم السباق الدولي ديال المضيق والسباق الدولي ديال الدار البيضاء والعديد من السباقات الكبار اللي مثلت فيهم المغرب. وبالنسبه للمشاكل اللي عانيت فيها في المغرب، هو المشكل انه ديال الاهتمام، يعني ما كاينش واحد الاهتمام انك كتمشي كتمثل المغرب، هادشي كامل التمثيل هادو اللي كنمثلو، يعني مثلتو انا شخصيا، انا اللي كنمثلو، يعني كنمثل من جيبي، يعني اتليت والدي هما اللي كيعاونوني، هما اللي كيدعموك، والوطنيه ديالي هي اللي خلاتني كنمثل، يعني ما كاينش ولو درهم كتاخذو من الجامعه، يعني هاد الجامعه هادي ما كتعاونناش، ما كتعاون لا اتليت لا والو، يعني كتمشي انت من جيبك الخاص، وكتخصك تشري سبرديله، خاصك تشري لي فيتامين، خاصك تشري الحوايج ديالك اللي غتلبس، يعني وخاصك ديبلاصا الا بغيتي ديبلاصا تمشي تلعب في الدول الاوروبيه، يعني خاصك تحاول تخلص من جيبك، يعني هاد التمثيل هذا كنمثلو حنا والدوله ديالنا، وكنهزوا رايه الوطن في خارج الوطن وكنمثلوه، هادشي كامل حيت الرغبه الحب ديالنا للوطن ديالنا. والمشكل الدوله ديالنا، الدوله والجامعه، هادشي ما كيعرفوش هادشي، هذيك الحرقه اللي كتخلينا حنا نمشيو لهاد السباقات الدوليه باش نمثلوهم، وهما حتى السبرديلات حتى لي شوسور ما عندناش باش غير يدعموك شويه، غيعطيك غير شويه التحفيز باش توصل للمينيما، باش دير المينيما ديال شامبيون دي موند اللي حنا قراب ليه. بالنسبه ليا انا لعبت 28 في الديميل، 28 في الديميل باش توصل ليها بالمجهود ديالي الخاص، ما يمكنش ان اتليت اللي ما عندوش، حيت لي زاتليت اللي كيعرفوا دابا 28 في الديميل باش توصل ليها راه انجاز اللي انجاز، يعني واعر بزاف باش توصل ليها، يعني خصني راه خدمت عليه باش وصلت لهاد. حصلت على بطولة المغرب في الساميل، حصلت على بطولة المغرب في السكولير، فبديت من السكولير اولا، بديت من السكولير، حصلت على بطولة المغرب في السكولير، بديت هو اولا، هذيك الشيء فاش اتجهت اللي شافوني الانديه ديال المدارس، شافوني الاساسي ديال المدارس، ثم قالوا لي انت عندك موهبه وعندك ما تعطي في العاب القوى، شافوا لي قالوا لي سير شوف راسك في انديه، وهذا ومن وراها مشيت للانديه، ثم تعطاتني فرصه باش نلعب مع لي زاتليت بروفيسيونيل، يعني لي زاتليت الاليت، ثم بديت كنربح هذه وهذه، وبديت كنلعب لي فيدرال، كنربح، لعبت المينسان، لعبت الويسون 49، لعبت المينسان 47 في المينسان، وهذا الشيء باقي غير جونيور، يعني هذيك الساعه حسيت بالضياع، ما لقيتش هكا، وهذيك الساعه ملي مشيت الدوله ما كتعاونيش، وهادشي الجامعه ما كتعاونش، مشيت الجامعه ديالنا ما كتعاونناش، وهذا قلت نمشي لبرا، وهذا ملي مشيت تما لقيت الاهتمام اللي كنشوف اوروبيين وهادو كيعطيهم الاهتمام، وما واصلينش لهذاك الكورونا اللي وصلنا ليه حنا. حنا كتلقى اتليت كتربح هذوك الاوروبيين وكتربح الكينيين وهادو، ولكن انت احسن منهم وانت جايب المجهود ديالك الخاص، كدوي مع اتليت كتبريزونطي مع اتليت اوروبي ولا هذا، كيقول لك انا هادي راه مدعميني وعطيني كل شيء وديري لي هاد الخلصه ديالي وديري لي هادو، وانت كتبقى غير كتشوف في حال عينك، كتشوف فيه كتقول شوف انا هاد المجهودات وصلت ليهم، محسا الى عاونوك الدوله هادي ولا عاونت لك المغرب كيفاش غادي تكون حتى النتيجه ديالك، وحنا عندنا هذاك الحب الوطن ديالنا ومع الدعم ديالهم راه غادي تمشي تمثلوا في لي جوز اولمبيك، حيت ما بقى والو، بقات لينا غير داك الدفعه، يعني واحد جوج دقيقه، او بحال انا كنلعب 28 في الديميل والركورس 26. انا الصحافه الهولنديه كيكتبوا عليا كنلعب غير سباق، الصباح كتلقى منشور عليك بطل المغربي مثل هذا، ربح هذا، ربح هذا، وكتمشي عاوتاني تلعب سباق اخر، بعد خطره كنلعبوا خمسه سباقات، سته سباقات، وكاملين كتربحهم، وكتجي كتلقى الصحافه كدوي عليك، الناس كيتصوروا معاك تما، منين انت منين، وكتقول لهم انا في المغرب، كاين اللي ما عارفش المغرب، وانت كتقول لي راه المغرب راه في جهه هنا عاد، كيقولها فريمون المغرب في شمال افريقيا، كاين الناس اللي كتعرف ما كيعرفش المغرب، كيشوف الرايات المغرب ما كيعرفهاش، وحنا كنمثلوها
والفرحة الكبيرة هي فاش كتهز راية الوطن وكتسمع النشيد الوطني. هذه هي الفرحة اللي كتخلينا دابا نخسروا من جيوبنا ونشتريوا السبرديلة وديورنا كي امتي ديور والدينا الحمد لله كيعاونوا كيقول لك اكسير. حيتاش علاش؟ حيت شافوا ابطال كبار، ولكن شافوا ابطال بحال القروج بحال عويطة وهذا، وهذاك التحفيز كيبغي ولادهم انهم يوصلوا حتى هما يمثلوا لبلادهم. ولكن الوالدين ديالنا ما عارفينش ان هذه الوقيته هذيك الوقيته اللي كان فيها الابطال ماشي هي دابا. يعني دابا واحد الفارق وقع ووصلوا للصراعات، دابا كاينين صراعات في الجامعه وما عرفناش حنا هذيك شو الاتليت مسكين دابا 3 سنين ولا 4 سنين دابا ما كاينش، كاين غير الصراعات في الجامعه. يعني ما كيضربوا بعضياتهم، والاتليت اللي خصهم يشوفوا فيه اللي خصو ما يضيعش مهما كانوا الصراعات، خص الاتليت خصو يبقى في واحد النيفو ما خصوش يفكر في المشاكل. الحاجه اللي ندمت عليها انا بزاف اللي ندموا عليها لي زاتليت هما انهم دخلوا الالعاب القوى. حيت انا قريت وشديت البكالوريا، والوالدين ديالي قالوا لي في الاول كانوا كيقولوا لي تبع قرايتك، وانا عارضتهم قلت لهم لا انا الحلم ديالي هو اللي خاصني ندير، خاصني نشوف داكشي اللي بغيت انا. هذه هي الحاجه اللي ندمت عليها بزاف، حيت تبعت العاب القوى وخليت قرايتي. على الاقل القرايه واخا ما غاديش توصلك لواحد النيفو اللي كبير وتقدر توصلك يعني، ولكن انت اختاريت الحب ديالي، قلت ان العاب القوى باش تمثل المغرب ما غاديش نقدر نمثله كيف غنمثله في الرياضه، وانا اختاريت العاب القوى حيتاش كنحبها، وكان هذا هو الهدف ديالي نهز رايه البلاد في خارج الوطن ويشوفوني تشوفوني العالم كامل يشوفني انني كنمثل بلادي. هذا كان هو الحافز انني خلاني وصدق دابا، هذه هي اللي ندمت عليها. والحمد لله ماشي ندمت عليها بكل شيء، كنعاود كاين واحد الايجابيات الحمد لله، كتبقى الصحه ديالك مزيان، وكتبقى انني تعرفت على ناس في اوروبا وهادو اللي طلبوا مني قالوا لي ريح هنا وهادي وجلس، ولكن كتبقى ديك الوطنيه ديالك. كنتمناو احنا هاد الجامعه ديالنا، هاد الجامعه تشوف لي زاتليت، تشوف لي حقاش المشكل ديال العاب القوى. الا ما حليتيش مع الاتليت راه ما يمكنش تحلوا بيناتكم، راه الاتليت هو المشكل. والاجتماعات اللي كديروا كل سيمانه كديروا اجتماع كل سيمانه، يعني الاجتماع لاش قوه الاجتماع، ترى اجتماع واحد كافي هو اجتماع مع العداء. العداء هو المشكل، تريح معاه في الطابله غادي تعرف المشاكل ديالو، المشاكل واضحه وباينه. المشكل هو تهميش الابطال، علاش بطل مسكين ما عندوش سبرديله، علاش ما عندوش الفلوس، علاش ما عندوش خلطه تخري. تخيلي دابا الدراري في ليكيب ناسيونال قسم بالله ما كيعطيهم حتى 50 اورو، وباش بغيتي هاد الابطال انه يعاون دارهم وكيفاش بغيتي يمثل البلاد احسن تمثيل. ماشي غير انا اختي اللي كنحلنا لهذا الشيء، جميع المغاربه كلهم تفرجوا في القروج، كلهم تفرجوا في عويطه، وكلهم تفرجوا في نزهه بيدوان، السكاح لنزهه بيدوان اللي مثل يعني عديد من الابطال. ودابا كيتفاجئوا الناس الجمهور العام اللي ما عارفش هذه القضيه هذه، كيقولوا فين هما هاد لي زاتليت، واش ما بقاش عندنا لي زاتليت، واش ما بقاش خلاف، فهمتي دايخين الناس ما عارفينش. ولكن حنا لي زاتليت دابا نقول لك علاش ما بقاوش. هاد الوقيته ولات تهميش، ديك الساعه كانت الالعاب القوى باقا ما معروفاش، كانت تعطاتها واحد الاهتمام باش يوصلوها، وتبارك الله فداك الاهتمام اللي عطى النتيجه ديالو، بانوا ابطال في ظرف 10 سنين ولاو ابطال المغرب منتشرين في العالم. كتلقى السكاح مشى لهنا، تلقى بوطيب مشى لامريكا، شي كيمثل شي. ودابا ما بقاش هاد الاهتمام هذا، يعني ولا تهميش الابطال، ولا ما بقاش البطل ما بقاش عنده قيمه، ولاو بحال قالوا بلاتي هذيك الساعه عطينا الوقت، بلاتي نشدوا داك الصوره القديمه، ودابا خدامين بها على ريوسهم. قالوا زعما دابا اللي شداك كيطلعوا بطل واحد ويضيعوا 5000 بطل. انا اللي جيت ندوي لك على اختي على الدريات، دابا المشكله الدريات دابا اغلبيه البنات دابا كيديروا العاب القوى كيبقاو بلا زواج بلا قرايه بلا والو. مازال حنا الاتليت مسكين يقدر يمشي يخدم يقدر يدير شي حاجه، البنات دابا كاينين البطالات نكون كان دابا اتصال ندوزهم لك يبكيو لك الدم، يعني كيمشيو يتبعوا العاب القوى الحب ديالهم تما الوطن، كيمشيو يلعبوا على برا كيبغيو يمثلوا البلاد ديالهم، وفي الاخر ما كتبقى مسكينه لا زواج، ما كتبقى هادي، ما تلقى تخدم، ما تبقى دير والو، تولي واحد النظره في المجتمع، يعني ما بقات دايره حتى شي حاجه. وهاد المشاكل بزاف الا جيت ندوي انا راه دويت على بزاف د العداء، ماشي غير انا اللي مضرور، ولكن مضرورين بزاف د العداء اللي انا ما بغيتش غير ندوي على راسي، بغيت ندوي على بزاف د العداء اللي مهمشين. وبغيت توصل رساله للمسؤولين اللي كاينين دابا انهم يشوفوا العداء، لحقاش العداء هو اللي
هو اللي متضرر. اما انت راه غادي تريح وغادي تمشي وغادي يجي واحد اخر. العداء مسكين اللي غادي تضيع ليه الكاريير ديالو، اللي مسكين بدا من عنده حلم وتهرس ليه الحلم ديالو، شنو غتنتظروا غادي يدير؟ واش غادي تنتظروا يخرج للزنقه يخدم؟ كان عنده حلم اللي كبير وتولي دافع كروسه في الزنقه، يعني شنو كتنتظروا؟ يعني من الحلم الكبير يعني غيولي يقدر يولي مجرم، يقدر يولي شرير، يقدر يولي ما يبقاش، يقدر بزاف المشاكل النفسيه غادي طرالي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.